في البداية أول سؤال وصلني على الإيفنت. السؤال بيقول: الأولى من التحدث عن الخطاب الديني المعاصر التحدث عن الدين نفسه في عقلية الشباب نتيجة الأحداث الأخيرة الدموية اللي حصلت وتصدير العالم للإسلام في الصورة اللي احنا بنشوفها أحيانا. فالشباب اللي ما عندوش علم كافي أو ما عندوش وعي كافي أصبح متخبط أصلا. فما رأي فضلاتكم في هذه النقطة؟ هو المقصود بالخطاب الديني، أنا أتفق مع صاحب السؤال أو صاحبة السؤال، هو المقصود بالخطاب الديني أي القدرة على 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 مس الأسئلة الموجودة في الأذهان، المشاكل التي حصلت والدماء التي سفكت باسم الدين والدول التي خربت أحيانا باسم الدين، أوجدت تساؤلات لأن يرى منظرا بشعا مشفوعا بآية أو بحديث، فيصبح هناك تساؤل هل يترى هذا موجود في ديننا؟ ثم وجد بعض المتثاقفين من يقول أيوة موجود في كتب الفقهاء والبخاري ومش عارف إيش، فيزيد التشويش أكثر وأكثر. صحيح نحن معكم هذا الأولى، ولهذا جئنا اليوم إلى عندكم، الذي عنده شيء في هذا الأمر يتفضل، نحن في غاية الاستعداد، وربما صحح فكرة لدى المتكلم، فنعم أتفق معك.